مشاهدينا، في الجانب الآخر بدأ التخبط واضحا من خلال ردود الفريق القانوني للاحتلال، وذهاب محامي الصهاينة لتحميل الجانب المصري مسؤولية الحصار المفروض على قطاع غزة، وكأن مصر هي من قصفت غزة وليست إسرائيل التي تقصفها كل يوم، كونها الدولة التي تربطها حدود برية مع القطاع، على الرغم من توضيح السلطات المصرية في وقت سابق رفض الاحتلال إدخال المساعدات وقصفه معبر رفح. في المقطع المتداول يظهر محامي إسرائيل في محكمة العدل الدولية وهو مرتبك ويتخبط بين أوراقه، لا يعرف ما هي الورقة التي سوف يبدأ بها. نتابع. Particularly difficult in such an egregious matter as an allegation of genocide. Were understood by the بدورها مصر، وعلى لسان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، نفت بصورة قاطعة مزاعم فريق الدفاع الإسرائيلي المقدمة أمام محكمة الجنايات الدولية والتي تفيد بمحاصرتها لقطاع غزة. خلونا نشوف ماذا قال في هذا البيان التي يعني جاء عن طريق قناة الجزيرة، حيث نفت مصر اليوم الجمعة ووصفتها بمزاعم وأكاذيب فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بأن القاهرة هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية الغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري معبر رفح. وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان إن تهافت وكذب الادعاءات الإسرائيلية تضحان من أن كل المسؤولين الإسرائيليين أكدوا عشرات المرات في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة وخاصة الوقود، لأن هذا جزء من الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع.